في محافظة السويس تواصل حملة معا نطمئن سجل الآن فعالياتها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا. وقام وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس الدكتور إسماعيل الحفناوي بمتابعة مدى إقبال المواطنين على أتوبيس الحملة وتنقل الأتوبيس بين عدد من ميادين السويس بأحياء الأربعين وفيصل والسويس والجناين. دي حملة نازلة للناس اللي مش قادرة تنزل، بنقول للناس فيها رسالة مهمة إن التطعيم آمن وفعال وبالمجان. تطعيم يا جماعة آمن جدا، كل الناس اللي خدت التطعيم الحمد لله ما فيش ولا حالة واحدة سواء في مصر كلها أو في السويس حصل فيها مشاكل في التطعيم. بيبقى في دكتور بيعرف الناس إيه الأعراض الجانبية، إيه اللي ممكن يحصل، وكل واحد على حسب حالته سواء كان عنده أمراض مزمنة ولا لأ، وبياخد أنهي نوع من أنواع اللقاح.